سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. يعني إحنا شايفين تحركات كبيرة ونشيطة وتعدت ما كنا يعني نحصل عليه في أي أزمة عربية من التنديد والشجب والإدانة. لا، في رسائل مهمة لمجلس الأمن، وفي تدخل من جامعة الدول العربية، في البرلمان العربي، في النهاردة الأمم المتحدة قالت حالة طلب الدول الثلاث مستعدة أتدخل في المفاوضات. كيف تقيم حضرتك الوضع قبل سويعات من انعقاد مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة وأزمته بناء على طلب مصر؟ والموضوع الآن أصبح محل اهتمام كبير في المنظمة الدولية وفي الرأي العام الدولي نفسه، ليس فقط الإقليمي. أيوة فهم. التضامن العربي ظهر بصورة واضحة لم تكن موجودة منذ عدة سنوات، ليس فقط في موضوع سد النهضة ولكن حتى في موضوعات في العلاقات العربية العربية. لأول مرة الدول العربية تتضامن مع دولتي مصر والسودان في هذا الموضوع، بدليل الرسالة أولا القرار اللي اتخذه وزراء خارجية الدول العربية والقرار الرسالة التي بعث بها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس الأمن. أيضا لا زالت هناك ميوعة في موقف الأعضاء، يعني بالرغم من الوضوح الشديد في انتهاك إثيوبيا للقرارات الدولية والقوانين مبادئ القانون الدولي والتزامات أثيوبيا نفسها أمام المنظمات الدولية، إلا أن أبي أحمد طبعا ركب رأسه وصمم على زيادة مقدار التعنت ولا يهم أي موقف من أي دولة أو أي منظمة دولية. أنا تفسيري لهذا الموضوع أنه أولا مركزه الداخلي أخيرا بالذات تضعضع كثيرا بعد هزيمة قواته، هزيمة ساحقة لم تحصل في تاريخ أثيوبيا في حربه مع الإقليم التجري. شفنا آلاف القوات الأثيوبية يتم عرضها بطريقة مهينة داخل مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تجري، بعد أن كان أبي أحمد يتباهى أنه خلاص الموضوع انتهى وقضينا على النظام الذي كان يحكم تجري. هذا بتقصد العرض المهين لآلاف من قوات الحكومة الأثيوبية كأسرى يعني في التجري؟ أيوه، ومقتل آلاف لم يعلن عنهم حتى الآن. تمام. فالرئيس وزير خارجية الولايات المتحدة طالب بمد بالالتزام بوقف إطلاق النار وسحب القوات الإرترية وقوات الأمهرة التي تساعد القوات حكومة أبي أحمد في حربها ضد التجريين، فيريد أن يصعد الوضع في منطقة سد النهضة بحجة أنه سيرسل القوات التي سحبها من إقليم تجري للدفاع عن حقوق شعب إثيوبيا في سد النهضة التي تتربص بها دولتي مثل مصر والسودان. أيوة. التي تريد حرمان الشعب الإثيوبي من ثمار التنمية واستغلال موارده الطبيعية. طب تفسير سيادتك يا فندم للرسالة اللي بعتت بها إثيوبيا؟ الحقيقة واضح ان هم يعني مضيعين الوقت في التفكير في المؤامرات بحسب ما قال من جامعة الدول العربية. الرسالة اللي بعتوها لمجلس الأمن لو جامعة الدول العربية اتدخلت يبقى ده تعمل مشاكل بينها وبين الاتحاد الأفريقي، يعني تفسير سيادتك لدول رد الجامعة؟ هو بيحاول تقليب الـ الـ الرأي العام الأفريقي ضد العرب وننسى أن في 11 دولة عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي. هي بتدفع أكبر نصيب في ميزانية الاتحاد الأفريقي وتقوم بتقديم مساعدات بما فيها مصر، على رأسها مصر. أي. مالية وطبية وحوالي الكوارث بآلاف الطلبة الأفارقة يتلقون منح دراسية من الحكومة المصرية والحكومات الدول العربية، ولنا أكبر سفارات موجودة في أفريقيا.
فهو بيحاول يقلب الرأي العام الأفريقي جنوب الصحراء إذا ما أمكن استخدام هذا التعريف ضد دول شمال أفريقيا وضد دول العالم العربي في المشرق العربي.